معانا على التليفون الأستاذ نزار النور اللي كان موجود معانا قبل كده، وهو المرافق لبعثة منتخب فرنسا علشان يتكلم معانا على المباراة النهائية، ومذيع بقناة فرنسا 24. أستاذ نزار، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن، ازيك وازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الله يخليك. اخر مره قلت لحضرتك ان شاء الله نكلمك المره اللي جايه واحنا بنبارك للمنتخب الفرنسي، وكمان نقول مبروك على صعود المنتخب الفرنسي للمباراه النهائيه. مباراه بلجيكا كانت صعبه جدا، لكن ديدي ديشامب عرف يتعامل مع المباراه بشكل رائع جدا وبتكتيك عالي، وعرف يستغل بعض نقاط الضعف اللي كانت موجوده في صفوف المنتخب البلجيكي وفاز بالمباراه. انا شايف ان هو باقل مجهود وصعد للمباراه النهائيه. مباراه كرواتيا اكيد مختلفه عن مباراه بلجيكا، مباراه كرواتيا ثلاث لقاءات منتخب كرواتيا لعبه 120 دقيقه، لكن نص ملعب كرواتيا قوي جدا وبينافس بقوه المنتخب الفرنسي. شايف حضرتك اللقاء ازاي؟ يعني بداية دعني أقول أن المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب البلجيكي أو في جميع المباريات في المونديال هذا بطريقة براغماتية، يعني طريقة نيل النتيجة دون العرض، دون تقديم كرة قدم جميلة. يعني تمام. هذا ما يتبعه المدرب ديدي ديشوار، هذا تكتيك واستراتيجية استفاد المنتخب الفرنسي من التاريخ. يعني في العشرين سنة الأخيرة المنتخب الفرنسي وصل للنهائي ثلاث مرات، فوز مرة وخسر مرة، وها هو يصل مرة ثالثة للنهائي المونديال. يعني كل ما يتطلبه الآن هو وضع نجمة جديدة على القميص، يعني ليس أكثر. يعني تمام، ما حدث في 2006 أن المنتخب الفرنسي لعب مباريات رائعة بقيادة زينين زيدان والجيل الذهبي لهذا المنتخب الفرنسي. ما حدث في المباراة الأخيرة بأنه حتى زيدان عندما سدد ضربة الجزاء لحارس كبير كارلوس بوفون سددها على طريقة البانينكا، يعني نعرف أن الطريقة هي تثير الاعصاب وتثير الخصم، يعني بطريقه يعني ممكن لا تنجح اصلا انك تسدد الكره بهدوء عندما يسقط الحارس. الان في 2016 قبل سنتين قبل الان ما حدث ايضا انه لعب مع البرتغال المباراه النهائيه وبتسديده في الوقت الاضافي، تسديده وحيده في المباراه دخلت الكره الى شباك المنتخب الفرنسي وخسر الكاس. اذا الالقاب يعني تتوج بها ولا تلعب، هذا ما فهمه ديدي شاور الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لذلك يتبعون هذه الطريقة البراغماتية بأنك تفوز بكل مباراة مرحلة على مرحلة بأداء تصاعدي دون أن تقدم العرض المطلوب. هذا ما يفهم من التاريخ في 20 سنة الأخيرة، يعني حسرة كبيرة عندما تصل إلى النهائي مرتين وتجد نفسك يعني في لا يسجل في التاريخ اسم من لا يتوج باللقب، يسجل اسم من يتوج باللقب يا رجل. طبعا يعني عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن كم لقب سجلته مصر في كأس الأمم الأفريقية، كم مرة شاركت في المونديال؟ لا يمكن أن تسجل اسم من لا يتوج باللقب، من يتذكر مع من لعبت مصر في نهائي 2010؟ لا أحد، ولكن الجميع يتذكر بأن مصر توجد باللقب، من لا يتذكر أن مصر توجد باللقب ثلاث مرات في كأس الأمم الأفريقية على التوالي بقيادة حسن شحاتة؟ من يتذكر أحد خصوم المنتخب المصري في النهائي؟ لا أحد يتذكر الخصم في النهائي، يتذكر من يكتب اسمه في التاريخ. إذن الطريقة البراغماتية في مباراة بلجيكا هي ذات الطريقة التي سيلعب بها المنتخب الفرنسي في مباراة كرواتيا. سيسعون إلى استغلال إعياء المنتخب البلجيكي الكرواتي عفوا في ثلاث مباريات التي لعبها بعد دور المجموعات، يعني هو إذا حسبنا بالحساب على مستوى الإحصاء الوقتي الزمني بأن المنتخب الكرواتي لعب مباراة إضافية 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة هي 90 دقيقة، يعني 90 دقيقة يعني شوطين إضافيين يعني تقريبا. تمام. الأوقات الإضافية تكفي إلى أن يكون المنتخب الكرواتي لاعب أربع مباريات، أضف أن المنتخب الفرنسي لاعب يوم قبل المنتخب الكرواتي، بإمكانه استعادة الطاقة في 24 ساعة أكثر من المنتخب الكرواتي، أضف إلى أن المنتخب الكرواتي يعني توفى يعني وصل إلى مرحلة بعيدة جدا. الآن ديدي ديشامب يلعب بذات الطريقة، أربعة مدافعين يعني بافار وهرنانديز الذي يدفع بهما منذ بداية المونديال، هما لم يكونان أساسيان على الإطلاق لكنهما في كامل الجهوزية، لأن الظهيران الأساسيان هما جبريل سيدي بي ومندي بنجامان مندي كانا مصابين في الفترة الأخيرة في الموسم، وبنجامان مندي لم يلعب طوال الموسم تقريبا. قلبات دفاع واحد أحدهم يلعب في ريال مدريد والثاني في برشلونة، فاران وكيتيتي، حارس قوي كالحارس هوغو لوريس الذي يلعب في توتنهام، خط وسط دفاعي او يعني امام المدافعين لديك لاعبان هما بول بوجبا
وكونتي انجولو كونتي، اضيف الى جريزمان ومبابي وجيرو وماتودي الذي يعني يملك نفس طويل جدا في المباريات. يعرفون جيدا ان منتخب الكرواتي يتميز بالبرود، يتميز بالالتزام التكتيكي، لديه خط يعني خط عمود فقري قوي جدا، هو الحارس الضعيف الذي يلعب في موناكو، لديه لاعبان في خط الدفاع، لديك لوفرين وهو يلعب في ليفربول والزميل محمد صلاح ووصل الى نهائي الشامبيونز ليج، ولديه انفيدا القوي جدا والذي يجيد الضربات الهوائيه الضربات الراسيه، اضف ان لديهما لاعبان في خط الوسط هما راكيتيتش ومودريتش، احدهما في برشلونه والاخر في ريال مدريد، يتميزون باقوى خط وسط، اضف الى مانزوكيتش الذي يجيد ايضا الضربات الراسيه والكرات الثابته تشكل خطر كبير مع مانزوكيتش. الان على المنتخب الفرنسي ان يدخل هذه المباراه ويضرب بالصحقة الكهربائية، يعني يجب ضرب الكروات بالصحقة الكهربائية، تقدم بهدفين أو ثلاثة في أقل من نصف ساعة حتى لا يستفيقوا خلال المباراة لأن لديهم النقطة الطويلة، شاهدناهم في العديد من المباريات مع الظلمات. كنت لسه أستاذ نزار هقول لحضرتك أن منتخب إنجلترا إن منتخب إنجلترا سبب خسارته أمام المنتخب الكرواتي هو عدم استغلال الشوط الأول في إحراز أكثر من هدف، وبالتالي كرواتيا عادت من جديد في الشوط الثاني، وزي ما حضرتك شفت وتابعت منتخب كرواتيا قدر إنه يتفوق على المنتخب الإنجليزي بسبب استهتار الإنجليز أمام الكروات. فأنا أعتقد إن الفرنسيين عارفين كده أو شايفين إن المنتخب الكرواتي لازم لما تجيب هدف تعزز بالتاني. صحيح، هو القاعده الاساسيه في كره القدم عندما لا تسجل يدخل الى مرماك الاهداف، تدخل الى مرماك الاهداف. هو يعني المنتخب الانجليزي لم يستهتر، هو صراحه فشل لان المنتخب الكرواتي قوي جدا في هذه النقطه، تقفيل منطقه الوسط، يسيطرون على الوسط، هذا خطا التكتيك للمدرب ساوثجيت، اعتقد بانه ترك خط الوسط للاعبين الكروات، وهنا الخطوره الحقيقيه عندما تترك لهم الوسط يصعب الاختراق والوصول الى منطقه الدفاع. يعني شاهدنا ان المنتخب الانجليزي يصل اللاعبون حتى خط الحصن ويفشلون في تسجيل الاهداف، وهذا خطا كبير لان المنتخب الكرواتي يملك النفس الطويل ولديهم بروده اعصاب غير عاديه، شاهدناهم امام الدنمارك اضاعوا ضربه جزاء في الدقيقه 14 بعد المئة في الاشواط الاضافيه. اذا عندما يصلون الى هذا النوع من يعني من التدمير المعنوي ويقفون في ضربات الترجيح بقوه، معناها ان لديهم يعني عقليه حديديه صلبة، فولاذ، يعني لديهم روح معنوية من الفولاذ، ليس فقط من الحديد، من الفولاذ، يعني أقوى معدن ممكن أن يكون. هل عليك ضرب هذه الروح المعنوية مبكرا وإنهاء المباراة حتى تنتهي على ما تريد، وإلا ستدفع الثمن غاليا جدا مع الوقت. هل منتخب فرنسا لما لاعب منتخب بلجيكا يعني كان في صعوبات بتقابل المنتخب الفرنسي لما بلجيكا لعبت بثلاثة في قلب الدفاع وده بالتالي قفل أكتر على الثلاثي الهجومي للمنتخب الفرنسي عكس المنتخب الكرواتي اللي هيلعب بأربعة في خط الظهر وبالتالي يوجد مساحات جريزمان وإمبابي بيعرفوا يتعاملوا في المساحات اللي تبقى موجودة دايما في المسافات اللي في موجودة في أي منتخب بيلعب بأربعة؟ هل حضرتك شايف إن كرواتيا واللعب بأربعة بيسهل شوية تحركات امبابي وجريزمان من على الأطراف واستغلال المساحات والسرعات اللي موجودة؟ يعني بداية دعني أقول لك بأن المنتخب البلجيكي افتقد إلى الناحية اليمنى، المنتخب البلجيكي كان يهاجم فقط من الناحية اليسرى بواسطة هازارد ودبروين الذي كان في بعض الأحيان يمر عن طريق الناحية اليمنى، لأن هناك كان غياب للظهير مونيه، توماس مونيه الذي يلعب في باريس سان جيرمان كان موقوف في هذه المباراة طبعا. لذلك كان هناك نقص في التوازن، توازن الهجمات التكتيكية، ولو كان مونيه موجود لما انتهت المباراة بهذه الطريقة ولما فاز الفرنسيون بهذه الطريقة، كانوا سيعانون كثيرا حتى يصلوا إلى النهائي. كان قد تلقى البطاقة الصفراء الثانية وأخفي من هذه المباراة من حظ الفرنسيين أنهم كانوا فقط يعانون من هازار الذي يعني أعيا الدفاع يعني أعياء كامل، يعني لأنه أنجولو كونتي إذا استطاع أن يكون ما بين دي بروين وهازارد كان لا يمكن أن يكون أيضا من الناحية اليسرى، وكان سيجبر كثيرا ما تودي إلى العودة إلى منطقة الدفاع وبول بوجبا إلى الميول ناحية اليسار. الظهير الأيمن أو البديل الذي أدخله المدرب شاذلي لم يكن بقوة مونيه في الهجوم الفعال، لم يكن هجوما فعالا، يعني كان مخيفا ولكن ليس بالرأي مونيه كان يتقدم ويصل حتى خط المرمى ويشارك في الضربات العالية، هو طويل القامة وكان يشارك في الضربات الرأسية وكان يؤمن خط الدفاع. أعتقد الآن المساحات في خط الدفاع الكرواتي أقل وقوية، ولكن هذا يعني سيعطي الأمل الآن
للفرنسيين بان يظهروا على حقيقتهم. يعني اعتقد بان المنتخب الفرنسي لن يلعب بطريقه الاداء البراغماتي الذي اداها امام بلجيكا، سيحاول ان يدخل بقوه الى المباراه ويسيطر على الكره ويسجل الاهداف مبكرا، هدفان مبكرين حتى يعني يسجل هدفين مبكرين حتى لا يعاني كثيرا مع الكروات، لان الكروات اذا استمرت معهم لمده طويله ستعاني معهم معاناه كثيره، يعني ستحتاج الى وقت اضافي ولضربات الحظ والترجيحيه. لديهم هم عقليه يعني قويه جدا. الشيء المهم مع الكروات فان ليس فقط الروح المعنويه القويه، ولكن يجب ان تكون حتى انت بارد، يجب ان لا تنفعل، سيحاول بقدر الامكان ان يجعلوا لاعبي المنتخب الفرنسي يعني ينفعلون بسهوله، تلقي البطاقات ايضا هذا يدمر استفزاز لاعبي كرواتيا لمنتخب فرنسا ويستنزفوك معنويا عندما لا تسجل الاهداف. تاكد تماما ان الطاقه البدنيه تقل عندما تكون لديك 30 هجمه في لما تمتلك 30 هجمه في 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 شوط اول مثلا، يعني تقريبا في كل دقيقه انت تهاجم ولا تسجل الاهداف، هنا يكون استنزاف معنوي، هنا تفتقد القوه المعنويه الحقيقيه لروح الفريق. لذلك يجب تسجيل الاهداف وان تكون واقعي، تكون براغماتي، عقب ذلك تقفل المنطقه وتترك لهم الكره وتنتظر حتى تتوج. سريعا يعني مباراه بلجيكا وانجلترا، شايف حضرتك مين اقرب للفوز بعد ما الفرقتين خرجوا محبطين في مباريات قبل النهائي؟ هل هي مباراه هتبقى بين اثنين مديرين فنيين كل واحد بيحلم وعنده طموح انه ياخد ميدالية، ولا هنشوف مباراه قويه ما بين منتخبين عملوا بطوله كاس عالم مشرفه، واعتقد ان هم اكتر منتخبين استفادوا بالجيل الحالي اللي موجود، وهم كمان في خطوه جيده لمونديال قطر 2022؟ يعني انا يعني ابشر بان المنتخب الانجليزي سيكون رقم في البطولات المقبله، يعني نعرف ان المنتخبات الانجليزيه السنيه تتوج بالالقاب في القارات الاوروبيه. تمام. المنتخب البلجيكي ايضا لديه اجيال واجيال تحضر من اجل الفريق المنتخب الانجليزي، هكذا يعملوا في الدولتين يعني. ما اريد ان اقوله هذه المباراه عرفا هي مباراه دكه الاحتياط، عرفا يعني في جميع السنوات التي شاهدنا فيها المونديال وتابعناه، دائما ما يلعب المنتخب الذي يشارك في هذه المباراه المنتخبان يلعبان بالتشكيل الاحتياطي، لا احد يلعب بالتشكيل الاساسيه، هي فرصه لراحه اللاعبين بعد موسم طويل، البعض من اللاعبين وصل عدد مباريات الى 60 مباراه، يعني ما هي اهميه ان تحرك الميداليه في كاس العالم؟ الاهميه هو اللقب، عندما تفقد اللقب تترك الفرصه لبقيه النجوم، لان هناك على دكه الاحتياطي اسماء كبيره. اعتقد ان المنتخبين سيدخلان الى هذه المباراه سيقدمان كره جميله، ولكن هي مباراه تشريفيه يعني خلاص يعني انتهى الامر، يعني اذا لم تصل الى النهائي لن يكون هناك ذات الجهد لتثبيت الميداليه الذهبيه البرونزيه كما هو الذهبيه والفضيه. دائما الاعياء يكون قد اصاب الجميع، هنا هذا وقت لاستراحه محارب والنظر الى المستقبل ودراسه ما هي السلبيات حتى المعارف. الان هي مباراه التشكيله الاحتياطيه كما تحدث دائما في المباريات الاخيره في دور المجموعات، لا احد يلعب بالتشكيله الاساسيه حتى ولو كان الصراع على المركز الاول، يتركون دائما اللاعبين الاساسيين يتركوهم للمباريات الصعبه المستقبليه، يعني يتركون لهم المستقبل ويحاولوا تجريب الاحتياطيين، يعني حتى يكون هناك يعني تجربه بانه لاعب كاس العالم، يعني هناك بعض اللاعبين في المنتخب البلجيكي لم يشاركوا في اي مباراه، سنجدهم غدا في هذا المنتخب، لن يلعب المدرب بالتشكيله الاساسيه، هكذا تحدثت الصحفيه قراءه، ولكن سننتظر مباراه جميله بين الفريقين، ايا كان حتى التشكيله الاحتياطيه للفريقين ستكون يعني تشكيله قويه، يعني يجب ان لا ننسى ان حتى اللاعبين على دكه الاحتياط هي اسماء كبيره. المنتخبان تواجها في دور المجموعات وانتصر المنتخب البلجيكي في مباراه ايضا لعبها المنتخب الانجليزي بتشكيل احتياطي، يجب ان نتذكر بانهما لعبا في دور المجموعات كانت هي المباراه الاخيره، وكانت بلجيكا تسعى لمواجهه منتخب يعني كان مفترض ان يواجهه البرازيل، وانجلترا كانت تهرب من البرازيل حتى تواجه اليابان، ولكن قدرهما ان يخرجا من نصف النهائي، خرجا الان من نصف النهائي، ستكون مباراه جديده. استاذ نضار النور بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في ما بيننا تليفون يوم الاحد ونبارك لك على فوز المنتخب الفرنسي ببطوله كاس العالم، كل التوفيق.